حلقات مسطرة الجيتار 3. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات تعرف على مسطره الجيتار واحفظ النوت اللي عليها. النهارده هناخد النوته اللي جايه اللي احنا المفروض نعرفها، هي نوته السي او البي. لو انت بتقرا انجليزي او امريكاني بالنسبه للنوته هتبقى بي، ولو انت بتقرا بالنظام الفرنساوي والايطالي هتبقى سي. النوته بتاعتنا البي هتبقى عندنا على الوتر السادس في الخانه السابعه، ادي اول واحده هعملها بالصباع الثالث. نفس النوتة على الوتر الخامس بالصباع الأول. على الوتر الرابع هتبقى على الخانة التاسعة، هعملها بالصباع الثالث. الوتر الثالث هتبقى على الخانة الرابعة بالصباع الأول. الوتر الثاني قدامي اتنين اوبشن. أول اختيار إن أنا الوتر فاضي، أو على الدستان نمرة 12 الوتر بالصباع الثالث، واخر حاجة على الوتر الاولاني على الخانة نمرة 7 هي السي. فدوت في خلال ال 12 دستان نوتة البي. نيجي بقى للنوتة اللي بعدها، ودي اهم نوتة عندنا، نوتة الدو، او بالانجليزي والامريكاني هتبقى السي، حرف سي. النوتة بتاعت الحرف السي ديت ممكن اعملها على الوتر السادس بالصباع الرابع. ليه بفضل اعمله بالصباع الرابع؟ لان في عندي باترن من باترنز الجيتار بستعمل فيها الوتر السادس بالصباع الرابع، فنتمرن على بالمرة ان الصباع الرابع يجي على نوتة السي او الدو على الخانة التامنة. وعلى الوتر الخامس طبعا مشهورة جدا الدو بتاعتي، هعملها بالصباع الاول. وعلى الوتر الرابع هيبقى في الخانة نمرة 10. على الوتر الثالث الخانة نمرة 5. على الوتر الثاني الخانة نمرة 2، نمرة 1، الدستان نمرة 1 طبعا ده مشهور قوي ده. وعلى الوتر السادس والاخير هيبقى بالصباع الرابع على الوتر السادس، زي بالظبط ما الصباع الرابع كان على الوتر الاول. هدينا نغمة السي او الدو، اخر نغمة معانا، وهنبقى كده تعرفنا على كل المسطرة وحفظناها. نغمة الدي باللغة الانجليزية او الامريكية حرف الدي، او نوتة الري بالايطالي والفرنساوي. الحرف دوت او النوتة ديت هتبقى على الخانة العاشرة في الوتر السادس، يبقى هي برضه هتبقى على الخانة العاشرة في الوتر الاول. فاحنا عرفنا دلوقتي ان الوترين زي بعض، فممكن اعملها بالصباع الثالث. الوتر الخامس هتبقى بالصباع الاول على الخانة نمرة 5. الوتر الرابع قدامي اختيارين، الاختيار ان النوتة فاضية، الوتر فاضي، او الدستان نمرة 12 هيديني الاوكتاف بتاعه، هي نفس النوتة. طيب بس هتبقى هي نفس النوتة في الاسم، انما دي اوكتاف اعلى من دي، يعني الري الفاضي وده ري بعده باوكتاف. هنتكلم على دوت بعد ما اخلص النوتة ديت باذن الله. بعد كده عندي الوتر التالت هتبقى الخانة نمرة 7 بالصباع التالت. الوتر التاني الخانة نمرة 3 بالصباع الاول. واحنا اتفقنا ان الوتر السادس هيبقى زي الاول، هيبقى الخانة نمرة 10 زي ما انا عملت الوتر الاول. تمام كده احنا خلصنا كل النوت. في سؤال اتبعت لي بيقول لي طب انا اعرفها على المدرج الموسيقي ازاي؟ المدرج الموسيقي ازاي؟ بسيطة جدا الموضوع دوت يا جماعة. الجيتار آلة محدودة الأكتاف، يعني بمعنى أدق من النوتة بتاعت المي بتاعتي العالية خالص الوتر فاضي، للأكتاف بتاع المي اللي هنا دوت. احنا عندنا كام أكتاف؟ تعالوا نعدهم سوا. أدي مي وأدي مي وأدي مي وأدي مي، عملنا أربع ميهات بينهم ثلاث أكتافات.
4 مي او 4 اي بينهم 3 اوكتاف. يعني فاضل بعد الاي اللي موجودة عندي هنا على الدستان نمرة 12 اي اف جي اي بي سي دي، ما قدرتش حتى اوصل للاي بعدها لان لسه محتاج النوت اللي بعد دي اي دي دي شارب، حتى يعني مفيش دستان قبلها، يعني الجيتار حرف ومفيهوش دستان هنا فمش هعرف اعزفها. يعني اخر نوت عندي على الجيتار بتاعي هنا هتبقى الدي بتاعتي، واخد بالك؟ فالجيتار عليه 3 اوكتافات وحته لاتخن نوت عليه، في نوت تانية مش هتعرف تجيب الثلاث اوكتافات دول حتى كمان. يعني لو انا مثلا جيت قلت نوته السي اللي هو دوت، عندي سي ثاني اوكتاف كده، عندي اوكتافين دلوقتي، ثالث اهوت، يا دوبك 3 اوكتافات وما جابش اي نوتة بعدها غير الدي بس، يعني واخد بالك؟ يعني اطول نوتة عليها دس، يعني تقدر تجيب مدى فيها من اغلظ مي خالص لغاية المي، عندك 3 اوكتافات والري اللي بعدها ما جبتش حتى المي في الاوكتاف الرابع. دي اكتر مسافة على الاوتار كلها بتاعت الجيتار. ده معناها ان المي بتاعتي ديت طالما في 3 اوكتافات، واخد بالك، المي هتتكتب 4 مرات بس على مدرج الجيتار، 4 مرات بس. كل المرات اللي احنا عزفناها ديت اللي هو كل وتر عليه مي، واخد بالك، على الاقل عزفنا 6 نوت مي هنا غير النوت اللي هتبقى طبعا في الناحيه الثانيه، واخد بالك، كل دول مكانهم 4 اماكن بس على المدرج الموسيقي بتاعه الجيتار دوت. لان احنا دلوقتي لما بنعزف المي ديت، المي الاوكتاف بتاعتها اللي موجوده على الدستان نمره 12 هي نفس النوته، يعني هي دي نفس المي دي، بس دي على الدستان نمره 12 في الوتر السادس، ودي على الدستان الثاني في الوتر الرابع، واخد بالك، وهي نفس المي دي برضو اللي موجوده عندي هنا على الوتر الخامس في الدستان السابع. فانا الاماكن بتشترك، اماكن النوت دي كلها بتشترك على المدرج في نوتة واحدة، انها بتتكتب نوتة واحدة. فانت ما تحيرش نفسك بانك انت كل النوت دي لازم لها اماكن مختلفة على المدرج الموسيقي. احفظ المدرج الموسيقي، هتحفظ الطبقة بتاعت المي بتاعتك، وانت هتعرف اي مي في الاربعة دول اللي تتكتب عندك على المدرج الموسيقي في دول. اعتبرها اختبار لنفسك، يعني ابتدي اعزف النوتة وشوف هي انهي واحدة من الاربعة بتاعة الجيتار، هل هي احد واحدة ولا اغلظ واحدة ولا اللي فوق الغليظة بشوية ولا اللي تحت الحادة بشوية. فانت تقدر تميز ما بين الاربعة مي اللي انت هتعزفهم على اوتار الجيتار بالاسامي بتاعتها اللي موجودة على النوتة الموسيقية. مش عايز اقولك مهم جدا تعرف مكان الميهات ديت على المدرج الموسيقي ازاي، الناس اللي عايزة تقرأ نوتة وعايزة تكمل في الجيتار وتقدر تستوعب المقطوعات المعقدة اللي هتتعزف سواء للكلاسيك او بالنسبة للناس اللي بتعزف الكتريك او اكوستيك. فالمقطوعات المعقدة ديت هتحتاج منك فعلا انك انت تقرأ النوتة علشان تقدر تعدي ليفل اعلى من الناس اللي بتقرأ تابز او الناس اللي بتعزف بس مجرد بالسمع، دول اقل ناس يعني. تمام كده، كده عرفنا كل اسامي النوتات على الجيتار، واشوفكم الحلقة الجاية.